ويلكم يا بيض لجاتكم بنت الشيوخ لك بلا تصف الصفوف ولها قوم احتلال. ويلكم يا بيض لجاتكم بنت الشيوخ لك بلا تصف الصفوف ولها قوم احتلال. ام عبد المحسن اقبلت وين صفقة الكفوف خلوا الساحة لها بنت علينا المقام. والعبية ام ملاك على دق الطبول ولعوا الحفلة مضياكن وقولوا يا سلام. من حلاها وزينها صاب خلق الله ذهول باهية مثل القمر لا بدليل التمام. سلموها بيرق الزين واشهد يا زمان هذه اللي حسنها غير ما فيها كلام. كامله بالزين وجدل الخصال من مدح زين ام ملاك لا يمكن الام. شيخة من نسل قوم معربت الجدود يا بنات الشيوخ المطالق الحشام. شيخة خذوها من عهد زرقة السهوم ما هي شيخة مال او خاتم وهي طو كلام. عبد المحسن من هلال امجاد وقروم الرجال من نصى عبد المحسن والله يبشر بالسعاد. خواتها اللي طيبه النادر ماله مزيد الاصيلات وعزوات بين لنا. والله يديم فرحة عبد المحسن كل حين واذكروا الله والنبي يا حبايب فالختام. ويلكم يا بيض لجاتكم بنت الشيوخ ولك بلا تصف الصفوف ولها ام عبد المحسن اقبلت وين صفقة الكفوف خلوا الساحة لها بنت علينا المقام. والعبية ام ملاك على دق الطبول ولعوا الحفلة مضياكن وقولوا يا سلام. من حلاها وزينها صاب خلق الله ذهول باهية مثل القمر لا بدليل التمام. سلموها بيرق الزين واشهد يا زمان هذه اللي حسنها غير ما فيها كلام. ام عبد المحسن كامله بالزين وجدل الخصال من مدح زين ام ملاك لا يمكن الام. شيخة من نسل قوم معربت الجدود يا بنات الشيوخ المطالق الحشام. شيخة خذوها من عهد زرقة السهوم ما هي شيخة مال او خاتم وهي طو كلام. عبد المحسن من هلال امجاد وقروم الرجال من نصى عبد المحسن والله يبشر بالسعاد. خواتها اللي طيبه النادر ماله مثيل الاصيلات وعزوات بين لنا. والله يديم فرحة عبد المحسن كل حين واذكروا الله والنبي يا حبايب فالختام. واذكروا الله والنبي يا حبايب فالختام. جوال 050-134-6866.